عمره عيان والجيران عارفين انه حيموت النهارده قبل بكره. الله يرحمك ياما، انت اللي غصبتي عليا لاجل الحوجه وقله الحيله. شيل معايا، شيل شيل.
خير. تبعتيلي يا ستة. انت فين يا استاذ فتحي؟ دي لاني سالت عليك يجي ثلاث مرات. خير يا حاج فاضل؟ في حاجه؟ فتحي انت شغلك اليومين دول مش عاجبني. ليه بس يا فندم لا سمح الله؟ بصراحه الحسابات اللي قدمتها لي عن عمليه كفر الدوار انا رجعتها النهارده الصبح ولقيت فيها حاجات مش مظبوطه. زي ايه يا فندم؟ زي ال 5000 جنيه اللي انت مقيدهم مصاريف. فين المستندات بتاعتها؟ دي عمولات غير منظوره. عمولات لمين؟ احنا طول عمرنا بنشتغل مع الناس دي من غير اي عمولة. ايوه فندم. ارجوك انا مش عارضة مناقشة في الموضوع ده. المبلغ ده لازم يتسوى. انا هديك مهلة اسبوع يا فتحي وما تضطرنيش بعد كده اتخذ معاك اجراء مش كويس. انت والدك خدم الشركة طول عمره بامانة. يا فندم مش عاوز اسمع كلام تاني. انا عاوز اشوف قدامي حسابات مظبوطة. مفهوم؟ حاضر يا فندم. تقدر تتفضل دلوقتي. يظهر الحظ وهترجع لي تاني. بعد الشر عليك يا استهاني. تلاقي حضرتك تعبانه اليومين دول من الشغل. بقول سيادتك تروح البيت وترتاحي لك كام يوم وهتبقي زي البومب ان شاء الله. استريح واسيب الهم ده كله لمين يا حاج؟ انا مش عارفه الاحق على المكتب ولا على المشاكل اللي في البيت. البيت مالك وفلا الشر؟ من ساعه فتحيه الشغاله ما سابتني واتجوزت وانا مش عارفه راسي من رجلي. ولا تحملي هم، حقيقي ربنا كبير. انا اعرف واحده تخدم حضرتك وانت مطمنه وكمان مش غريبه عننا. مين دي يا حاج؟ فردوس مرات زميلنا ابراهيم الساعة الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل طيب. لكن انت تعرف مراته كويس؟ قصدي يعني متاكد من اخلاقها؟ الا متاكد يا استهانم، ده انا معاشرهم طول العمر. فردوس دي ست نظيفه وسمعتها زي البرلان. شرف ايه واخلاق ايه وحياء ايه. ده وقته. دي لازم واحدة جاية تعدي. قال على رأي المات الجنازة حرة والميت كات بلا نيلة. دول كان لازم يعزوني على خبته وعيشتي المهببة معاه. طب يلا يا اختي وزعها بسرعة احسن سايب الدكان للواد سبيرته. الله يرحمك ابو خليل، كنت شايل عني حمل كبير. اهلا يا حاج فاضل، اتفضل. ازيك يا فردوس؟ كنت نايمه ولا ايه؟ وهو الحزين بيجي له نوم يا حاج. ربنا يا بنتي يصبر قلبك، ازاي الحال؟ نحمده على كل اللي بيجيبه. ونعمه بالله. الشكوى لغير الله مزاده. اتفضل يا حاج، اتفضل اما اعمل لك فنجان قهوه. لا والله ما تتعبي نفسك، هما الكلمتين جاي اقولهم لك. خير يا حاج. باذن الله خير. انت اصلك بنت حلال وربنا رايد يكرمك. تعرف انا كنت في سيرتك مع مين النهارده؟ مع مين يا حاج؟ مع حكمة تاني. صحيح يا حاج؟ يعني هتشوف لي شغل عندها في الشركة؟ ما يغركش منظري كده. ده انا بعرف اقرا واكتب كويس قوي. شركة ايه يا فردوس؟ انا لقيت لك حاجة احسن. انت هتشتغلي في بيت الهانم نفسه. خدامة. اقصى عليك يا حاج. اقصى عليك يا حاج. ده المرحوم إلهي بشمش الطوبة اللي تحت راسه بعد صحته عشان يسددني وما يحوجنيش لحد. يرضيك أجي على آخر الزمن أتبهدل واخدم في البيوت؟ لا يا حاج لا، ده أنا أموت من الجوع. هموت من الجوع ولا طول عليا نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومين قالك إنك هتبقي خدامة؟ أنت هتبقي في البيت مع الهانم عشان تخلي بالك منه. دي عاملالك ما هي 50 جنيه كل شهر ومعاش المرحوم هيفضل زي ما هو. ده بقى غير اكلك وشربك وكسوتك. ده انت هتبقي في امله تانيه. قلتي ايه؟ مش عارف. على العموم انا هسيبك النهارده وبكره تشاوري نفسك وفوت عليكي باذن واحد احد بعد بكره. انت مهما كان يا بنتي اولى من الغريب. اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا حاج. استاذن انا. مع السلامه يا حاج. الله يسلمك. فوتك بعافية. مع السلامة.
كنت لسه هتفكري ده خير وترمى تحت رجليك الحلوين طاقت قادر واتفتحت لي. انت بتقول ايه يا راجل يا ناقص؟ ده بدل ما تتمطع يا اخويا وتتجوزني وتستتني عايزني اخدم في البيوت واتمرمط. وهو الجواز يا مخلم واخزه مش لازم له قبيض؟ ما انت عارفه الحال العجلتين اللي زيي قاعدين في الشمس بيتفلوا. وفي حد بيركب عجل اليومين دول؟ دول حتى بايعين اللبن بيركبوا سوزوكي. يا وليه ما تبقاش عبيطه. انا كنت فاكره الحاج فاضل هيشغلني في الشركه وهتبقى حاجه عليها القيمه. شركه شلها شركه هيدوكي كام؟ 20 اهيف 30 لو اكرموكي. لكن الست هديكي 50 اهيف 50 اهيف يعني ما هيتحكم دار. لكن هو برضه اسمي خدام. وماله؟ ما احنا كلنا خدامين لقمه العيش. الله. والراجل بيقول لك انك هتبقي ست البيت. مفيش خدامين اليومين دول. دول هم بقوا الاسياد. طب وحياتك عندي اللي ما حلمش بيها باطل؟ انا اعرف بنت اشتغلت شغاله سنه واحده بعدها اشترت شقه وفرشتها ومأجرها بالشيء الفلاني ودلوقتي راكبه عربيه ولا وكيل الوزاره. ايوه اقول كده بقى. انت عايز تقبض وانت قاعد على الطبطاب. لكن ده بعدك يا ابو سريع. بقول لك ايه؟ اذا كنت فاكرني لعبه في ايديك يبقى ما تعرفش فردوس كويس. ساعتها يا حبيبي اللي اكلته لك بط بط هطفحه لك وز وز يا عينيا. بط ايه وز ايه؟ ده حتى البط ما باكلهوش لا زفر. يا وليه يا وليه انا رايد مصلحتك. بالك انت لو اشتغلت سنه ولا اتنين هنلعب بالفلوس لعب. ساعتها هقلب المحل لمعرض موتوسيكلات وتبقى البرنسيسه فردوس حرم الامير ابو سريع هوندا. تفوتي عليا في المكتب عشان نرتب برنامج الحفلة مع بعض. لا لا برنامج السنة اللي فاتت كان دمه تقيل قوي. الساعة 11 كويس؟ ماشي. لا ما تخافيش حكون رقتلك. مع السلامة. صباح الخير يا ست هان. صباح النور يا فردوس. ايه المشهد ده كله؟ انت لازم صحيتي بدري. ما هو الحاج فاضل ربنا يخليه وصلني قبل ما يروح الشغل. الحاج فاضل شكر لي فيك كتير وانا بثق في كلامه. ربنا يجعلني على قد قوله يا ست هان. علاء علاء قوم بقى لحسن هتتاخر. ده يا ستي ابني الوحيد وما بيحبش ينام لوحده. ربنا ما يحرمك منه يا ست هان. علاء وبعدين معاك يا علاء انت كل يوم تغلبني كده. قوم بقى هتتاخر على الكليه. قوم. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. من فضلك يا فردوس حضري له الفطار. من عيني يا ست هان. هي دي الشغاله الجديده بقى؟ ايوه. طيب على الله بقى ما تتجوزش اللي فات. اطمن جوزها مات. بقول لك حته بنت احلى من صوفيا الورد. انت شفتها لما اتحطت؟ الا شفتها. ده انا اللي متفق معاها بقى تيجي الليل. ها يا رايك تخش معانا؟ لا بلاش انا اصلي ورايا مذاكره. اصلي عندي مراجعه محاضرات اداره الاعمال. يا ابن الاعمال وبالنيات ما احنا طول عمرنا بنذاكر خد ايه بقى من المذاكره؟ يا عم سيبك منه تلاقيه بس خايف من مامته. مامته؟ قول لي كده انت امتى يا ابني بقى هتكبر وتبقى راجل؟ انا راجل بقى غصب عني. طب اثبت لنا الكلام ده بقى النهارده. طب ازاي بس واحده واحنا ثلاثه هنخش عليها كلنا؟ يا حبيبي مش بقول لك انك لسه نونو؟ المسائل دي بتبقى بالدور يا شاطر. ايوه يعني ورا بعض. والموضوع ده بقى مش هيكلفك غير 30 جنيه بس. ايه 30 جنيه ليه؟ هي هتاخد كام؟ بقول لك ايه انت عليك الفلوس وانا عليا العوامه وفاروق عليه لزوم القعده. بقول لكم ايه بقى فرقعوني انا بقى من الموضوع ده. مش بقول لك انه خايف؟ ما تقولش خايف يا اخي انا مش خايف. الله بس اصل ماما يمكن ما ترضاش تخليني اخد. ماما وانت قاعد لازم تقول لها انك راح تسهر. ما تقول لها انك جاي تذاكر عندي يا اخي. اقول لك وبهات مامتك معاك عشان تفرح بيك. اسمعني لا يا اسمعني يا جاي. لا 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 انا زعلان منك. ايه ما بتسالش عليا ليه؟ والله انا دايما ببعت لك سلام مع حكمة هان. لكن انت اللي فين يا راجل؟ اهو من البيت للكليه ومن الكليه للبيت. طب تعالى بقى قول لي اخبارك ايه. اتفضل يا علاء. حاج فاضل. نعم يا سعاده. قول لماما ان انا هنا. حاضر. ها اخبارك ايه في الكليه؟ مش محتاج اي مساعده في اداره الاعمال او المحاسبه؟ انت عارف محسوبك كان ايه في المحاسبه؟ لا الحمد لله انا السنه دي كويس قوي
وناوي اخلص بقى باي طريقه. طب شد حيلك عشان تيجي تشتغل معانا هنا في الشركه. لا يا عم، انا ناوي اول ما اخلص ازق. تزق؟ تزق على فين؟ تسافر بره، الف شويه واشوف الدنيا. معقول؟ ومامتك هتسيبك تسافر؟ هي دي المشكله. اه، نصيحتي ليك بقى علاء انك تاجل فكره السفر دي شويه. بصراحه كده احنا محتاجينك معانا هنا في الشركه. حكمه هاني ست عظيمه، لكن الحمل بقى عليها تقيل، والظاهر بقى انها تعبت. ليه؟ في حاجه حصلت؟ مش عارف، لكن خايف. مامتك يا علاء مهما كان كبرت في السن، والذاكره بتاعتها بقت ضعيفه، وبقت تنسى حاجات مهمه. ومن غير ما تزعل مني، اسلوبها في الشغل ما بقاش يناسب ظروف اليومين دول. عشان كده احنا محتاجين لشاب زيك هنا. ايوه، بس انت عارف ان انا ما عنديش اي خبره. وماله يا اخي، هتتعلم وانا هقف جنبك، يعني اعتبرني مستشارك في كل حاجه. انت عارف انا بعتبرك زي اخويا الصغير. استاذ علاء، الهانم بتقول لك انها جاهزه. حاضر. علاء، بقول لك ايه؟ الكلام اللي قلته لك ده بيني وبينك، انت عارف انا كل اللي يهمني مصلحة الشركة. طبعا يا فتحي طبعا. وانا قلت مفيش مذاكرة بره البيت، يعني مفيش مذاكرة. هو انا يا ماما مش زي زمايلي؟ اشمعنى اهاليهم بيسيبوهم يذاكروا بره؟ ولا انا بقى بنت وخايفة عليا؟ اي ام في مكاني لازم تخاف على ابنها الوحيد. ثم تعالى هنا، انت ناسي ان احنا رايحين الليلة حفلة الجمعية؟ يعني هي حفلة الجمعية اهم عند حضرتك من المذاكرة يا ماما؟ يعني هي جت من الليلة، دي حفلة واحدة كل سنة. أصل بقى الليلة دي بقى مهمة بالنسبة لي قوي يا ماما. زمايلي هيبقوا موجودين وهيشرحوا لي بقى كل اللي أنا مش فاهمه. معلش، فوت الليلة دي. يعني يهون عليك ماما تخرج بالليل لوحدها. أنت لازم تعرف إنك دلوقتي بقيت الراجل بتاعي. أنا ماليش غيرك في الدنيا يا علاء. أصل بصراحة بقى أنا ما بحبش حفلات الجمعية دي. مالها بقى حفلات الجمعية؟ بيبقى كلها ستات عواجيز. قصدي كلها يعني ناس اكبر مني وما بعرفش اتكلم معاهم. الناس دول هم اللي هتشتغل معاهم لما هتمسك الشركه. الشركه الشركه، انا طلعت بقى يا ماما من الكلام عن الشركه دي. علاء، عايزة انت كمان؟ انا جبت لك كوبايه ليمون. انا ما طلبتش منك حاجه، ولا ماما هي اللي امرتك كمان؟ لا ابدا، انا لما لقيتك زعلان ومزاجك متعكنن قلت اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. انا دمي مش هيروق في البيت ده، محدش قادر يفهمني. طب انا مستعده افهمك واريحك كمان، بس قول لي الاول بصراحه، مهمه قوي تروح الليله دي عند اصحابك؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني هتذاكروا ولا اخلصوا؟ يا اختي حاضر، انا كان قصدي يعني اساعدك. تساعديني؟ انت تساعديني؟ ما تفتكرش يا سعلائك مني شغاله ابقى جاهله وما بفهمش حاجه. انا بس لولا الزمن هو اللي حواجني، لكن انا كنت ست متجوزه ومستتته ومجربه الدنيا كويس، وافهم الشبان اللي زيك عايزين ايه. عشان كده انا متاكده انك مش رايح تذاكر مع اصحابك النهارده. يعني ايه؟ يعني اذا ما كانش شاب زيك زي القمر غني وصغير ويتمتع بشبابه النهارده، امال هيتمتع بيه امتى؟ يا ريت ماما تقدر تفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده يا فردوس. يوه، مامتك معذوره يا سعلاء، مامتك بتحبك اكتر من عينيها، بس انت عارف انها ملهاش غيرك في الدنيا. هدي المشكله اللي انا عايش فيها ومعذباني يا فردوس. ولا مشكله ولا حاجه، كل اللي نفسك فيه تقدر تعمله، بس بالهداوه والمسايسه. انهي هداوه وانهي مسايسه؟ بس اديكي شفتي وسمعتي بنفسك اهو. ولا يهمك يا سعلاء، طب سيبي الحكايه دي عليا انا. ده ابو سريع اخو المرحوم جوزي جاي يطمن عليا. ست هانم اهلا وسهلا، حطي له يتعشى يا فردوس. كتر خيرك ست هاني، ربنا يجعله عافيه يا فندم. بعد ما تخلصي يا فردوس هاتي لي الشاي فوق في اوضتي. من عينيا يا ست هاني.
باين عليها ست اصيله. يعني خلاص ما كنتش قادر تستنى لحد ما اخد اجازتي واجيلك؟ الله، هو حصل ايه كفر الله الشر؟ اديك قلت لها ان احنا قرايب. وافرض بقى عرفت ان المرحوم ما كانش له اخ؟ بسيطه، ساعتها تقول لها اخوه في الرضاعه. لا لا، ما فيش داعي تتعبي نفسك وتفوتي عليا. علاء ابني هيجي معايا، بس المهم ان احنا نكون هناك قبل كل الناس علشان نطمن ان كل حاجه مظبوطه. مع السلامه صفية هاني. فعلا علاء ابني عنده حق يا فردوس، انا كمان بكره الحفلات دي، لكن اعمل ايه، وجودي مهم. وجود حضرتك مهم في اي حته يا ست هاني، بس حضرتك بتشتغلي ليل ونهار ولازم برضو حضرتك ترتاحي شويه. اعمل ايه يا فردوس، من يوم المرحوم جوزي ما مات ساب لي حمل كبير، وعلاء كان لسه عنده 3 سنين، ولولا وجودي في المكتب كان كل حاجه راحت. انا بعمل كل ده عشان خاطر علاء، لكن هو مش مقدر. معلش يا ست هاني، كل الاولاد كده، بكره علاء هيكبر ويفهم ويقدر. بكره تيجي واحده تخطفه مني، وساعتها مش هيسال فيا. ما تقوليش كده يا ست هاني، علاء بيحبك وعارف ان ملوش في الدنيا غيرك. اسم النبي حارسك يا ست هانم، خمسه وخميسه، الله اكبر الله اكبر، امر يا ست هانم، الله اكبر الله اكبر. خدي البسي دي يا فردوس. يا لهوي، عشاني انا؟ ربنا يجبر بخاطرك يا ست هانم ولا يحرمنيش منك. مالك يا علاء؟ مش عارف، عينيا مزغلله، حاسس ان عندي صداع شويه. يلا قوم بلاش دلع، على ماما الكلام ده؟ أنا بتكلم جد يا ماما، حاسس إني تعبان شوية، الظاهر إني خدت أنفلونزا. طب أنا هبطلك الدلع ده. معقول ده 39 وشرطة؟ ايه اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ لازم كنت عرقان وعرضت نفسك للهوى. يا ما نصحتك يا علاء، ما هو جو اليومين دول يعلم به ربنا يا ست هانم. انا مش ممكن اخرج واسيبك كده، انا هعتذر في التليفون عن الحفله. لا لا لا، دي بسيطه يا ست هانم، ما تتخضيش قوي كده. انا هديله سبرينه وكوبايه ليمون سخنه تعرقه، وان شاء الله هيروق ويبقى عسل. تحب اجيب لك دكتور يا علاء؟ لا يا ماما، الدكتور عشان شويه برد، انا هبقى كويس، ما تتخضيش عليا. بس حضرتك بقى اتفضلي روحي الحفل، انت ناسيه انك رئيسة الجمعيه ولازم تكوني اول واحده هناك. طب خلي بالك من نفسك وما تنزلش من السرير، واتكرفت كويس. فردوس مش هوصيه. حاضر. ما تخليهوش ينزل من السرير ابدا. لا اطمني يا ست هانم، اطمني. انا مش هوصيكي على علاء يا فردوس، انا سايباه الليله وخارجه على عيني. اطمني يا ست هانم، هو احنا عندنا اعز من علاء. وما تنسيش تعملي له الليمونات السخنه اللي قلتي لي عليها، وتكتري الليمون. من عينيا يا ست هانم. ولو شفتيه تعب او اي حاجه كلميني في النمره اللي سبتها لك على طول. لا ان شاء الله ما فيش تعب ولا حاجه، ده انا هتقل له الليمون قوي. ايه رايك فيا بقى؟ انتي اعظم فردوس في الدنيا. عجبتك؟ ايه اللي عجبتيني؟ لا ولسه، بكره هعجبك اكتر. انا عمري ما انزلك الجميل ده ابدا. اسمع، ابوس رجلك يا علاء، اوعى تتاخر، لو مامتك رجعت وما لقيتكش تبهدلني. طيب باي باي. باي باي، مع السلامه يا علاء، وخد بالك من نفسك. انت الظاهر الليلة دي مش ناوي تجيبها البار. خلاص نجيبها البحر. Thank you.
انت اتاخرت ليه؟ سيبت مفاصلي. ها ايه الاخبار؟ كله تمام. جبت الفلوس؟ رايح فين؟ انا ماشي خايف اتاخر. فعلا ما تبقاش عبيط امال. مدحت جوه. هي جت؟ من الصبح. تاخد لك كاس؟ لا لا اعصابك. لا بلاش عشان ماما تشم ريحه بقى. انت لسه بتنفخ حضنها. فاروق تشربش؟ اهلا اهلا. طب يلا يا اخويا عشان عايز اروح. يا اختي ايدك متلجه كده ليه؟ يا دي الليله المهببه. ما تقلع مالك مبلم كده. انت لسه هتقول لي اصلك وفصلك؟ انا يا اخويا ما عنديش وقت للحكايات دي. ما انا قدامك اهو بنت بنوت عروسه. انت يا حبيبي وانحت قلبي. انت احسن لك تشوفنا الدكتور. انا يا اخويا مش مستشفى. يا ابن الكلب التالت فين؟ شرى منك وكلمتين حلوين هيبقى زي الخاتم في صباعك. ساعتها بقى حلوه يا ست الستات كل اللي هتطلبيه.
هتنوليه بقى كده يا ابو سريع. بقى مش كفايه فضلت تحرب ورايا لحد ما خليتني اخدم واتمرمط، كمان جاي دلوقتي عايزنا بقى هتبقي ايه؟ هتبقي ست السرايا دي بحالها؟ تفتكري يا روحي انا هين عليا انك تبقي شغاله؟ انا قلبي متقطع وربنا يشهد، انا عايزك ادوسك اب على وش الدنيا، يبقى عندك فيلا وعربيه وشغالين بتخدمك، خساره الايدين الحلوين الناعمين دولت يتمرمطوا في الشغل. فتحي مخك يا دوسه عشان الدنيا تنفتح لك. اه يا ويسي، مش دايما، المره دي بس وبعدها هستحمى. يعني انت شايف كده؟ ده كده ايه بتعمل ايه؟ هشيلها لك للزمن، لا عتاب ولا شجن. هقول لك ايه؟ ما انت معلقني من عرقوب. صباحية بركة عروسة. انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ انا مش قلت لك تطلعي بره؟ كانت اول مره مش كده؟ وهو ده اللي مزعلك؟ ولا يهمك، ياما ناس كتير حصل لها اللي حصل لك، خصوصا لما ما يكونش في حب. ماما هي السبب. ايوه هي السبب. فضلت حبساني في قفص وقفل عليا، ما سابتنيش اعيش حياتي الطبيعيه زي غيري من الشبان. يا عينيا ما تفكرش في اللي فات، انساه، انت راجل مش ناقصك اي حاجه، واي واحده في الدنيا تتمناك. سألنا انا ازاي علاء دلوقتي يا فردوس؟ لسه يا دوب نايم. متشكره يا فردوس، روحي انت استريحي. انت صحيت يا حبيبي، ازيك دلوقتي؟ احسن الحمد لله. حضرتك لازم تشكري فردوس، دي كانت امبارح عامله لي زي الممرضه، ولولا الليموناده السخنه اللي عرقتني ما كنتش خفيت ابدا. عندك حق يا علاء، فردوس بنت حلال، بس انا عاوزاك النهارده كمان تفضل مستريح في السرير لحسن الحراره ترجع لك تاني. طب والكليه يا ماما؟ هو من يومين يا علاء، المهم صحتك. خلاص خلاص يا ماما، لحضرتك تشوفيه. انا هخلي فردوس تجيب لك الفطار في السرير. ماما. ايوه يا حبيبي. كنت عايز اطلب من حضرتك طلب، بس وحياتي عندك ما تتضايقي. خير يا حبيبي. كنت عايز يعني اوضه لوحدي انام فيها. اوضه لوحدك؟ غريبه، انت زعلان مني؟ لا ابدا ولا حاجه، بس اصل السنه دي يعني اخر سنه ومحتاجه مني تركيز، مش معقولة كل ليلة كده. قال حضرتك طب ما انت كل سنة بتسهر وتذاكر في أوضة المكتب وآخر الليل بترجع تنام جنبي. أيوة ماما، بس السنة دي محتاجة مني مجهود كبير، وبعدين في جماعة أصحابي هيجوا يذاكروا معايا واحتمال يعني يباتوا. اللي تشوفه يا علاء،
بس ياك انت ما ترجعش تاني في كلامك وتسيب قطك وترجع تنام جنبي. يا ماما انا خلاص كبرت وبقيت راجل. عمر الابن ما يكبر في عينين امه هتفضل في نظري علاء الصغير حبيبي اللي ما يقدرش يستغنى عن امه ابدا. على العموم انا هقول لفردوس تحط لك سرير في اوضه المكتب. ربنا ما يحرمنيش منك يا ست الكل. انت يا ترى ايه اللي خلى حضرتك تفتكر حكايه الليمونات السخنه دي النهارده؟ اصل علاء ابني امبارح كان عنده شويه برد وما خفش وراق الا لما فردوس عملتها له. يظهر ان الجو اليومين دول مش مظبوط. قلت اجرب انا كمان واشرب الليمونات السخنه. في الحقيقه مفيش افيد منها استهان. بالمناسبه عامله ايه فردوس معاك؟ ماشي كويس؟ ماشي كويس بالقيه ما تتعوضش. حقيقي برافو عليك يا حاج. تصور انا عمري ما شفت واحده لا في شطارتها ولا في نظافتها. وايه بتخاف علينا زي عينيها. فكرتني لما اطلب علاء عشان اطمن عليه. ايوه يا علاء ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا كويس يا ماما. الحراره مش عارف اصل دفيان في السرير. لا في اوضتي. وليه استعجلت واتنقلت من الاوضه؟ مش كنت تستنى لما تخف؟ حاضر يا ماما اطمني. مش هقوم السرير لما حضرتك تقولي لي اقوم. فردوس لا 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 لا, لا مش هنا. فردوس بره بره. طب حاضر دقيقة واحدة هضرب لها جرس. فردوس ماما عايزة اتكلمك. الو ايوه ست هانم. لا علاء بقى هايل. لا اطمني. لا اطمني يا ست هانم اطمني قوي بقى هايل. اطمني يا ست هانم. خليه يتكلفت قوي يا فردوس علشان يعرق. وما تفتحي شباك الاوضه. عملتي له ليمونات سخنه؟ لا انا كنت يا دوب هعملها له لولا تليفون حضرتك. حرارته؟ لا ما يستاهلش. متهيألي بقت كويسه. يعني حضرتك مش هتيجي الا بالليل؟ بالسلامه يا ست هانم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ فتحي. اتفضل. عملت ايه في الموضوع اللي اتكلمنا فيه؟ سويت حساباتك؟ بصراحة يا فندم حاولت وما قدرتش الا بقى اذا اضطريت اني ادفعهم من جيبي وتشييف بطاقتي. دي غلطتك ولازم تتحملها. انا عاوز الدفاتر تكون مظبوطة قدام مصلحة الضرايب. ما هو يا ريت يا فندم اقدر ايد المبلغ ده في الدفاتر، لكن للاسف مصلحه الضرايب ما بتعترفش بمساله العمولات دي. ولا انا كمان. ايوه يا فندم بس ده معناه ان الشركه هتقف ومش هنقدر نمشي اي عمليه جديده. الشركه طول عمرها ما دفعتش رشاوي لحد والشغل كان ماشي. يا فندم الكلام ده كان زمان. الحاله دلوقتي اتغيرت. كل واحد عايز ياكل ويستفيد. حضرتك مش حاسه بالغلا اللي في البلد؟ الناس دلوقتي بتاكل بعضها عشان تعيش. ده كلام الناس اللي مش عاوزه تمشي. مظبوط. كل واحد بياخد مرتبه اللي بيستحقه واللي لازم يمشي على قده. مرتبه؟ هو فين دلوقتي البني ادم ممكن يعيش من مرتبه؟ انا يا فندم عشان امشي اي عمليه لازم ادفع رايه. انا مش قادر اصدق الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي. الدنيا بقت فوضى للدرجه دي؟ حاولي مره تطلعي ورقه من اي مصلحه وانا اتحدى سيادتك اذا رضي يديها لك من غير ما تدفع الشيء الفلاني. وليه ندفع؟ ما هو يا فندم اذا ما دفعناش الشغل هيتعطل وفلوس الشركه هتقف. وبالشكل ده بقى نصيحتي لسيادتك انك تحط فلوسك في البنك وتاخدي عليها فوائد. والله ده عندي افضل من شغل قطعين الطرق ده. البلد كلها ماشيه كده يا حكمة هانم. امال 250 الف مليونير اللي في البلد دول جم منين؟ ما هو كمان اللي شغله مش مظبوط فيهم بيتمسك ويتحاكم. دول الناس العبط او اللي كانوا مسنودين. انت كلامك ده بيخوفني قوي يا فتحي. مش قادر اتصور ابدا ان هو ده المستقبل اللي مستني ابني. الدنيا بقت غابه يا ست هانم. الضعيف في الزمان ده بياكلوه. اسبوع يا بنت المفتريه ما شفتكيش فيه. ما جيتش لامبارح. مش كان معاك اجازتك؟ رب عني الواد كان عيان وما هنش عليا سيبه. ما
مش دي شرطك يا مسريع؟ هو لحق المحروس يبرك؟ تلاقيه تقتل له عيار. ما انت عارف انا ما عنديش يما ارحميني. انت هتقوليلي ده انا كنت قد كده مرتين. طب يلا بقى يا اخويا زق عجلك، ما عنديش وقت، عايز اشوف شغل. كده؟ طب ايدك بقى على الشين. الشين؟ ليه بقى؟ هشتري له شويه كوارع. كوارع؟ عشان ترم عظمه ويذاكر ويجيب مجموع كويس. خد اما اشوف اخرتها معاه. ايه دول؟ 3 جنيه؟ دول ما يجيبوش قرن طول. ابقى هات القرن الثاني من عندك. ماشي يا عم. يلا بقى يا اخي وريني عبد التافه، خلينا اشوف شغل. يلا. ايه رايك علاء؟ انا موظف الليله حته سهره انما ايه؟ عجب وحق كل واحد فيها فرخه الواحد. لا يا حبيبي اتحمل، الامتحانات قربت، انا ورايا مذاكره. ما هو برضه مذاكر. انت من السنه دي عاوز تنجح؟ انا بقى اختار لك حته مزود هيعجبك قوي، والسنه دي لازم تنجح وتتفوق. لا يا اخويا خليهولك، انا خلاص ما بقتش محتاج للمدرسين اللي ماما بتوعكوا دول. ماما بقى جابت لي حته مدرس خصوصي، انما ايه؟ شرحت المقرر كله في قاعده واحده ومريحني. طب ما تاخدنا تذاكر معاك؟ برضه لا، انا اصلي بحب اذاكر لوحدي. كده؟ اهدي بقى الارنيه على الفرن. سيبك منه، بكره يندم ويرجع زي زمان. يفتح الله يا حبيبي. ده كان زمان وجبر، عن اذنك السلام عليكم. الليله باظت. باظت؟ ولا يهمك، مغفلين كتير يا حبيبي. ايه ده يا استاذ منصور؟ من فضلك خيرك يا ست هانم، شرب الكوارع. مين اللي طلبها؟ دي فردوس قبل ما تمشي عملتها لاستعلاء. هي فردوس مشيت؟ ايوه، خدت اجازه 3 ايام. واجازه 3 ايام ليه بس؟ ما اي واحده بتاخد اجازه يوم واحد في الاسبوع، اشمعنى هي؟ ما هي بقى لها اكتر من 15 يوم ما خدتش اجازه. ما تنساش انها هلكت معاك لما بعد الشر كنت عيان. هو ده سمرتي. ايوه. هوصل مشوار وراجع تاني، واذا اتاخرت بشطب انت. على فين ان شاء الله يا اسطى؟ انت مال امك؟ وصل اصلح الموتوسيكل لانه خرب وعايز تصليح. يبقى امسك العجل كويس. رايح فين يا حبيبي؟ مش هتكمل اكلك؟ شبعت. والكوارع دي مين اللي هياكلها؟ الهنا والشفا بقى انت يا ماما. يا وليه انت بتزغطيني كده زي ذكر البط؟ عشان يتمر في جبتك. ده انت جبت الكوارع كلها. امال المحروس هياكل ايه؟ ده زمانه دلوقتي بياكل بعض. علاء مالك يا حبيبي؟ في حاجة؟ لا أبدا، بس حاسس إني مخنوق شوية. ماما ممكن تديني مفاتيح العربية؟ عايز أشم شوية هوا. زي العجله تسوقيه وانت سايبه الجدول. والله انا خايفه من الحكايه دي يا ابو سريع. طول ما انت ماشيه على هوايه ما تخافيش. ايدك بقى على قرشين. انت ايه؟ ما بتشبعش؟ الراجل مننا ما يشبعش من حاجتين، الفلوس والنسوان. فردوس ازيك يا سعلاء؟ جيت امتى؟ وحشتيني وحشتيني قوي. ودي صوتك، مامتك هنا. خلي عبد الحميد يبعت لهم انذار. لا انا عاوزه شغلي يبقى مظبوط. مع السلامه سعيده.
دي احلى ماما في الدنيا. انت النهارده جاي مبسوط، ايه الحكايه؟ اصل كان في كده كام محاضره النهارده ناقصني وقدرت الاقيهم. من فضلك يا فردوس تطلعي تنضفي لي الاوضه احسن من ساعه ما انت خدتي الاجازه وهي متلخبطه خالص. من عينيا. انا عاوزاك تخف عن فردوس شويه وما تتعبهاش لحسن تزهق وتسيبنا، وانت عارف ازمه الشغالين. ليه هي اشتكت لك من حاجه؟ لا ما اشتكتش، بس احنا لازم نراعي الحكايه دي. طيب طمني انت بس رايح فين؟ طالع بقى عشان ابيض المحاضرات لاني لازم بكره الصبح اديها لزميلي. وايه المحاضرات اللي شغلاك كده قوي؟ محاسبه. تحاسبني؟ تحاسبني على ايه؟ عشان مشيتي وسبتيني من غير ما تقولي لي. يا اختي هو انت كنت اشتريتني ولا كنت اشتريتني؟ انا قلت اخد لي اجازه يومين عشان تستريح. انت عارفه اني ما اقدرش استغنى عنك ولو دقيقه واحده. فردوس انا بحبك يا فردوس. يا ندمتي ما تقولش كده يا سعلاء، بقى معقوله ابن الحاسب والنسب يحب خدامه زيي؟ يا مصدي. لا يا سعلاء، الناس تقول ايه؟ ده انت سيدي وانا عايشه من خيركم. لا يا فردوس ما تقوليش كده، دلك يا سيدي انت بقيتي كل حاجه عنك. سعلاء طب سيبني دلوقتي يا سعلاء، اصلي تعبان كده برضه. يا فردوس ده انت وحشاني قوي، ده انا ما صدقت انك رجعتي لي. بقول لك سيبني دلوقتي مش قادره. انت ليه مصره انك تعذبيني؟ حرام عليكي حرام عليكي. قلت لك تعبان، انت ليه مش عايز تفهم؟ امال هتم 21 سنه بعد كام يوم ازاي؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت طيبه يا ماما، ميرسي قوي. كل سنه وانت طيب يا علاء. وانت طيب يا فندم. عقبال بكالوريوس كده وتيجي تشتغل معانا في الشركة. انت لسه مصر على الحكاية دي برضو؟ سامع حكمة تاني ما عايز يزوغ مننا. عقبال 100 سنة يا سعلاء. متشكر يا فردوس. حقيقي يا هناها اللي هتتجوزه، مال وجمال وشباب ومركز. انت فكرك يعني امه هتسيبه بالسهولة دي؟ دي بتخاف عليه زي عينيها. والجواز بيخوف في ايه؟ انا عندي العروسة اللي تناسبه. مين؟ ميرفت بنت اخويا. ايه ابتدينا نرسم. ايوه كده الحلو ما يجيبش غير الحلو. لا يمين يا اختي لا يمين. مالك ضربه بوز ليه؟ الظاهر نقبك هيطلع على شونة. ازاي مش فاهم؟ الواد هيتجوز. مين اللي قال الكلام ده؟ انا سامعه بوداني المعازيم بيرسموا وبيزنوا على ودانه. ولا يهمك، اذا كانوا هما بيتكتكوا احنا بقى ملوك التكتكه. بس فتحوا دانك واسمعيني كويس. انت هنا يا حبيبتي؟ انا ما صدقت الناس مشيت وماما دخلت تنام. ايه مالك؟ في حاجه؟ خلاص يا سعلاء، اللي سمعته الليله دي خلاني افوق لنفسي. صحيح ان كنت غشيمه. ايه اللي بتقوليه ده؟ بكره هيخطبوا لك واحده تليق بمقامك يا ابن الاكابر، هتتجوزها وتنساني. مين قالك اني بفكر في الجواز؟ ما هو انت مش هتقدر تخالف اوامر امك ولا هتقدر تعيش طول عمرك عازب. انا مستعد اعمل اي حاجه عشانك يا فردوس، انا دلوقتي ماليش في الدنيا غيرك. ده انت روحي، في حد يقدر يستغنى عن روحه؟ اهو كلام بتقوله فض مجالس، وبكره ما هتزهق مني هترميني رميه الكلاب. لكن اقول ايه؟ كل الرجاله كده يا فردوس. انا مش زي اي حد، انا بحبك ومش ممكن اسيبك، مش ممكن. لا هتسيبني، هتسيب فردوس اللي ادتك روحها ونفسها، فردوس اللي كل همها مصلحتك. لازم تفهم ان كل اللي حواليك دول طمعانين فيك وفي فلوسك، فاكرينك لسه صغير. لكن انت كل حياتي يا سي علاء، انا عمري ما حبيت حد غيرك. ولا انا يا فردوس، انت دلوقتي بقيتي شيء مهم في حياتي، ومش ممكن ابدا اعمل اي حاجه انت مش راضيه عنها. وانا ايش اكون عشان ارضى ومرضاش؟ انا حيالله حته خدامه تتمرمط تحت رجليكوا وفي اي وقت تقولولها مع السلامه. انا بس مش صعبا عليا غير قلبي اللي انكسر. فردوس رايحه فين؟ فردوس
علاء. علاء علاء. 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 فردوس. فردوس. اخت عليك يا علاء، دي احد تربيتي فيك. ومعين ما راحت شغاله، نسيت نفسك، نسيت مركزك. انت عاوز تعمل فيا ايه؟ انا بحب حياتي كلها عشان اربيك احسن تربيه، وتبقى راجل افتخر بيك قدام الناس. كفايه بقى كفايه. انت السبب، انت السبب. انا يا علاء. ايوه، فضلت تعمليني زي ما اكون لسه طفل صغير. كبرت ودخلت الجامعه وانا ما اعرفش حاجه غير بيت ودروس، لحد ما خليتني تلاقي زمايلي. فردوس هي الانسانه الوحيده اللي خلتني احس اني عايش. ده راجل بلحم ودم. خلتني احس اني بشر زي كل الناس. فاهمه يعني ايه بشر؟ فاهمه؟ فضلت اخرس طول حياتي. لكن يكون في علمك، انا يمكن اكون اخرس بعد كده. انا بقيت راجل. فاهمه يعني ايه بقيت راجل؟ بقيت راجل. ياما نصحتك وقلت لي كفردوس يا فردوس بوطي حسك، وطي حسك، لكن نظهر مفيش فايده. اوطي حسي ده ايه؟ ده احنا كنا في اوضتي تحت والمره القرشانه مخموده في اوضتها فوق. اخ بس اقول ايه؟ ادي اخره نصايحك وتكتيكك. عاجبك كده؟ اديني طلعت من المولد بلا حم، وما نبنيش يا اخويا غير المرمطه والفضيحه. والمحروس ابنها عمل ايه؟ بعد ايه؟ بعد خراب مالطه؟ مالطه ما خربتش يا وليه؟ التاريخ بيقول كده. قصدك ايه يا سبب همي ونكبتي؟ قصدي ان العجينه ما تستغناش عن خباز. تحب تتحرق بناره، فلازم حتما يجي لحد عندك. امال هيستوي منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. اهو ده اللي ما كنتش اتصور انه يحصل ابدا. معقول سعلاء؟ سعلاء اللي بيتكسف من خياله زي البنت البكر. تقول ايه بقى يا حاج؟ الوليه لعبت بعقله زي ما بيقولوا، اجرى وفجره. اخسى عليها، الله يلعنها دنيا واخره. سودت وشي. اسف استهانم، انا السبب. انا بس خايفه على ابني علاء. الولد اتغير خالص. تصور انه دلوقتي بيهد في وشي، ومن ساعتها وهو قافل عليه الاوضه، لا راضي ياكل ولا بيروح الكليه بتاعته. انا خايفه على بعدين يشوفها من ورايا مهما كان ده شاب. حضرتك بقى سيب الموضوع ده عليا انا. انا هعدي عليها عشان تبعد عنه، واذا ما بعدتش وسمعت كلامي هقطع رقبتها. بس بقى من ناحيتك انت، شوفي لك حل مع سعلاء. هعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ تجوزيه. ايوه، مفيش حاجه تمنع الشاب عن معاصي الدنيا الا الجواز. طب والكليه؟ اجوزه ازاي وهو لسه متخرجش؟ وهو لا مؤاخذه سعلاء محتاج للوظيفه. الحمد لله ربنا ميسرها والخير كتير. اما اذا كان على الكليه، الجواز ابدا عمره ما هيعطله عن دراسته، بالعكس ده هيروق باله وينجح مقصده. قلت ايه يا استهانم؟ انت جاي ليه؟ عايز مني ايه؟ فردوس انا جاي اعتذرلك على اللي حصل، حقك عليا. خلاص
انسى الموضوع ده، اهو كل حي راح لحاله. لا لا يا فردوس لا، انا مش ممكن اسيبك تروحي من ايدي، ده انا مصدقت لقيتك. ما كفاياكم بقى، سيبوني في حالي، حرام عليكم. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ عايزك ترجع البيت تاني يا فردوس. ارجع بعد ايه؟ بعد امك ما فضحتني وبهدلتني وطردتني؟ يا فضحتي يا انا، يا فضحتي يا انا، دي الواحده مننا مالهاش غير سمعتها يا ناس. وده كله ليه؟ عشان حبيتك. هي الخدمة دي ملهاش قلب، ولا يعني عشان ما هي غلبانة ومكسورة تقوم تداس بالكلمة؟ ما حدش بعد النهاردة هيقدر يهنك بكلمة واحدة، وكل شيء ممكن يصلح يا فردوس. هو اللي كتر يصلح يا سعلاء، ده انتوا بهدلتوني وخليتوا سمعتي على كل لسان. هروح فين يا ربي من الناس دلوقتي؟ اودي وشي فين؟ اودي وشي فين؟ الواد اللي زيي راح، الواد اللي زيي راح. بلاش تعملي كده، وبعدين ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا فردوس؟ ايوه، مفيش غير الموت. هدخل دلوقتي ادلق على نفخ جاز واولع في روحي عشان ترتاح انت وامك. انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ انا مش ممكن اسيبك، انا بحبك يا فردوس، بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انت محتاج لامك مش لخدامه زيي. لا يا فردوس، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. انت هترجعي البيت يعني هترجعي البيت وبالوضع اللي يريحك. اطلعوا بره. انت ازاي تتجرأي وتدخلي البيت ده تاني؟ بره قبل ما ندهلك بوليس الاداب يلمك. لا يا ماما، فردوس مش هتخرج. انت بتخالف كلامي وعشان مين؟ عشان واحده قذره زي دي؟ انا ما اسمحلكيش تقولي قذره على مراتي. مراتك؟ انت اتجننت؟ مش ممكن، مش ممكن. هي دي الحقيقه يا ماما، وادي ورقه الجواز اهي. من فضلك بقى، عايزك تعمليها زي ما كل ام بتعامل مرات ابنها. اخرس قطع لسانك، انا هطردك انت وهي بره، وخلي الشارع يلمك. بره بره. مش هتقدري يا ماما، احنا لينا في البيت ده حسب الشرع والقانون اكتر ما ليكي. قصدك ايه؟ قصدي انك ما تجيش غير سوس البيت، يعني اوضه نومك. مش كده يا سعلاء، دي برضه مهما كانت ام. اسكت انت يا فردوس، انت طيبه زياده عن اللزوم. اتفضلي دلوقتي يا ماما على اوضتك، قصدي على نصيبك. We'll be right back.
ميرسي يا استاذ فادي. في الحقيقه انا ناوي اعتمد عليك في حاجات كتير في الشركه. بصراحه مخك عجبني. في الحقيقه فردوس هانم، انا من زمان وانا كنت بتمنى اليوم اللي تدير فيه الشركه عقليه عظيمه زي سعادتك. ما تصوريش قد ايه احنا نفسنا اتفتحت للشغل. حكمه هانم ربنا يشفيها كانت دايما مكسره مقالبنا. ازاي الكلام ده؟ انا اعرف ان حكمه هانم بقالها اكتر من 15 سنه ماسكه الشركه والامور ماشيه كويس. يا هانم اي واحد ممكن يدير شركه او مؤسسه ببساطه، بس المهم العقليه لازم تكون جديده وتساير الزمن. تعرفي حضرتك الشركه دي ممكن تكسب ملايين. ملايين؟ ايوه يا فندم ملايين، بس المهم اللي يقدر يشغلها كويس ويستغل كل امكانياتها. بس علاء لسه صغير والشركه كبيره عليه. ما هو البركه بقى في حضرتك لازم تقفي جنبه وتوعيه وتاكدي يا هانم ان انا هبقى معاكم بقلبي. ياه، قد كده بتحب الشركه دي يا استاذ فتحي؟ طب انا يا هانم ياما جاتني عروض من شركات تانية عشان اشتغل فيها بمرتب ضعف مرتبي، ومع ذلك ما رضيتش اسيب الشركه اللي اتربيت فيها. واحد لما يلاقي الناس المخلصين اللي زيك يا استاذ فتحي. على العموم يا فندم انا عربيتي تحت امرك. علاء عايز مني اي حاجه قبل ما اروح؟ شكرا حاجه فاضل تعبناك معانا. ما تقولش كده. سلام عليكم. حكمة هانم وصلت يا حاج فاضل. وصلت يا فردوس. فردوس؟ ايه فردوس دي؟ انت ظهر عليك نسيت نفسك. يا مؤاخذة يا فردوس هانم، حقيقي في حاجات بتحصل في الزمان ده بتخلي الواحد ينسى نفسه. انت ليش هايل مني كده؟ انا عملت ايه؟ ده بدل ما تقول لي كلمتين كويسين عشان ربنا يقدرني واقوم بالواجب لحكمة هانم. معاكي حق، الهانم دلوقتي محتاجة الخدامة أكتر من الأول. الحمد لله على السلامة يا حكمة هانم. كده برضه تكسفيها يا ماما، ما تصوريش دي كانت زعلانة عليك قد إيه. إيه اللي بتعمليه ده يا فردوس؟ سايبالك البلب اللي فيه؟ اجبرني على المرار ده. هو انا حلاقيها من امك ولا من حاج فاضل؟ الحاج فاضل ده راجل طيب. عمل ايه؟ اول ما شافني قاعد يعيرني باصلي وفاصلي ويسمني بالكلام. انا عملت ايه عشان يعاملوني بالشكل ده؟ اكمني كنت بخدم لاجل لقمه العيش؟ هو انا كنت اتولدت من بطن امي خدامه؟ ولا ظروف المهببه هي اللي بتحرج البني ادم؟ ولا هم الخدامين دول مش بشر من لحم ودم؟ ده انا على رأي المثل كلنا ولاد تسعة. معلش يا حبيبتي لازم نستحمل شوية، انت ناسية ان احنا كنا سبب في كل اللي حصل ده. انت السبب مش انا. انا ما غصبتكش وقلت لك اتجوزني. اسمع يا ابن الناس، اذا كنت ندمان على اللي حصل طلقني، وزي ما عرفنا بعض بالمعروف نسيب بعض بالمعروف. ايه اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ انت عارفة كويس اني ما اقدرش استغنى عنك. خلاص، اذا كنت حقيقي شاريني يبقى لازم تحميني وتخاف على احساساتي. امال متجوزني ازاي؟ يا حبيبتي انا معاكي في كل اللي بتقوليه ده، لكن لازم كل حاجه تمشي بالمسايس. ولا انت بقى نسيتي كلامك ونصايحك ليا؟ انا عارف ان كل حاجه في اولها بتبقى صعبه، لكن بكره هيتعودوا عليه وكل شيء هيبقى طبيعي. بس انت بقى اهدي كده وما تزعليش نفسك. اعذرني يا حبيبي، انا خلاص اصل فاضيه. ثم تعالى هنا، ايه لازمتها الممرضه اللي انت جايبها دي؟ عشان تاخد بالها من ماما وتشوف طلباتها. انا مش عايزه اتعبك، انت دلوقتي ست البيت. وهي ست البيت تنسى واجباتها؟ مامتك دي انا اشيلها في عينيا، وزي ما هي امك بقت امي انا كمان. ايوه بس في ادويه وحقن لازم تتاخد في مواعيدها. خلاص اهي، تبقى تديها الحقن وتمشي على طول، وسيب الباقي عليا انا. ولا انت غاوي تجيب ستات في البيت؟ خلاص يا حبيبتي انا هخليها تمشي. مبسوطه بقى؟ انا بعمل كل ده عشان مصلحتك يا حبيبي. انا عايزه يبقى لك شخصيه
وكل واحد يعمل لك ألف حساب. شوف يا ست الكل، أنا سحبت عملية كبيرة كانت جاية للشركة، وفهمت العميل إن شركتنا بتمر بظروف صعبة، فوافق واتفقت مع شركة السهم الفضي إنها تدير العملية نظير عمولة 50,000 جنيه. أنت 30 وأنا 20. ومفيش حد عارف بالحكاية دي؟ ومين هيعرف؟ أنا سحبت ملف العملية، ولا مين شاف ولا مين دري، والوحيدة اللي كانت تعرف أهي راقدة عندك في البيت مشلولة. طب وعلاء؟ أنا خايفة لو عارف. علاء ده عيل صغير، وديكي شايفاه أهو غرقان. إيه يا حبيبتي؟ تكلموا في إيه من الصبح؟ أبدا يا حبيبي، هنتكلم في إيه غير في مصلحة الشركة؟ سيبها بقى، ما تقعدش توجع دماغها بالشغل. مش ناوي تنزل المية؟ حلوة المية. تجنن، يلا تعالي. طب هحصلك. بقول لك ايه يا فتحي، انا مش عايزه اي حد يعرف ان ورا اي عمليه من العمليات دي، ولا حتى الناس اللي بنشتغل معاها. طمني، انا منايم المسائل كلها، واي حاجه هتلبس فيا انا. يا عينيا تعجبني يا واد، وبكره هعجبك اكتر. بصي كويس ومتعي نظرك. ياه، شيك ب30,000 جنيه. دي اولها، بكره يزيد صفر، وبعد بكره يزيد صفرين. يا سلام على الدنيا دي لما بترضى على حد بتديه من غير حساب. تعرف انا اكبر مبلغ قبضته في حياتي كان كام؟ 27.5 جنيه معاش جوزي. ولما قبضت اول ما هي وانا شغاله ما كنتش مصدقه عينيا. وبعدين بقى انت لازم تنسي اللي فات، لازم تبقي حاجه تانية، لازم تبقي فردوس هانم اللي كل واحد يعمل لها حساب. شوف يا فردوس، الدنيا دي هي عباره عن فهلوه وشويه مظاهر، وانت دلوقتي مش ناقصك حاجه غير ازاي تتعاملي مع الناس اصحاب المصالح. عشان كده انت لازم تبقي في نظرهم فردوس هانم اللي كل واحد فاكر انها بتاعته وهي مش بتاعت حد. ما تخافش عليا يا روحي، انا دلوقتي اتعلمت حاجات كتير. بعرف اسوق عربيتي، بفصل فساتيني عند اكبر خياطه في البلد، وكمان اتعلمت لغات عشان اعرف اجاري الكعب. لا يا ستي انا مش قدك. تعرفي انا عايز اقولك حاجه، وخديها نصيحه من واحد بيحبك ويهم مصلحتك. اوعي تسيبي فرصه واحده تعدي من ايديك الحلوين دول. اذا كان علاء النهارده بيحبك، يمكن بكره يغير فكره، وساعتها ممكن يرميكي في الشارع وترجعي تاني زي ما كنتي. علاء ده بيتمنى تراب جزمتي. طيب روح امه، طيب فيا دوب. يا ستي ما يغركيش الكلام ده. طب افرضي امه خفت ورجعت تاني تطويه تحت بطها، ساعتها هيكون موقفك ايه؟ ثم علاء ده شخصيه ضعيفه، ولازم تعملي حساب ليوم زي ده. عشان كده انا عايزك تحطي كل همك في ازاي تبني مستقبلك وتامني حياتك. الشركه دي يا فردوس كنز، ولازم تغرفيه من دلوقتي قبل ما الفرصه تضيع من ايديك. ما تخافش عليا، انا مش مستعد اسيب العز اللي انا فيه ده كله وارجع للفقر تاني برجليا. اتفضل يا سعاده البيه.
من بنات الحي. أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك يا أبو سنيع. الله يخليك وما نتحرمش منك ومن أفضالك يا عم جيد. يعيش عم جيد بيه. لو سمحت يا فندم، ممكن حضرتك تقول لنا كلمة بمناسبة افتتاح هذا المعرض؟ صور بكل جدية. صور صور كل الكلام اللي هيقوله عم جيد بيه. عايز إعلاني أجدع إعلان في التلفزيون. يعيش التلفزيون. في الحقيقة عايش عم جيد بيه. في الحقيقة وفي ذات نفس الموضوع، أنا بتقدم من حشاشة قلبي وصميم فؤادي للأستاذ أبو سريع هذا الإنسان العصامي. الله يا سعادة بيه. هذا الإنسان العصامي الذي استطاع أن يشق طريقه وسط الصخر وفي الأمواج وفي عيش عم جيد بيه. عيش عم جيد بيه. عيش الأمواج. واستطاع أن يشق طريقه في الأمواج وأن يقيم هذا الصرح الضخم وهذا المشروع العظيم لخدمة أبناء الحي بتاعه. وأنا بأتمنى أن كل الناس تعيش. كل الناس تعيش. كل الناس تعيش. عم جيد بيه. تعيش عم جيد بيه. خليك لينا يا سعادة البيه. صور يا جدع صور. وأتمنى أن يجي اليوم وأشوف كل الناس بتركب فيه موتوسيكلات. علشان ايه؟ عشان ايه؟ علشان يوفروا على الحكومة شراء الاوتوبيسات الضخمة وكذلك انشاء الطرق والكباري. الكباري الانفاق. يعيش كباري الانفاق. يعيش كباري الانفاق. ربنا يخليك لينا وكباري الانفاق يا بيه. يخليك. وحل ازمة المواصلات وازمة المرور وكذلك الشعباطة. ازمة الشعباطة علشان وتوفير بناء المستشفيات. وانا بارجو من الله عز وجل أن يوفق الأستاذ أبو سريع في جميع ما يعمله وذلك ويديله الصحة ويوفقه على الدوام ويوفقه إلى السؤدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد المجيد بيه. شكرا يا فندم. عيش عبد المجيد بيه. عيش عبد المجيد بيه. إيرين. سلام يا جدع سلام. عيش عبد المجيد بيه. يا سعاده البيه متشكين. ودي عجله صغيره للبيه الصغير عشان يتعلم الركوب وهو صغير. ليه بس كده؟ ده حاجه بسيطه. افتح العربيه يا سلام. افتح العربيه. أيوة. بما ان حضرتك قدوة عظيمة وراجل عصامي. بس بقول لك ايه. ايوه فندم. هي عصامي دي عصامي. أيوة. يعني يتيم؟ ابدا يا فندم، يعني راجل كونت نفسك بايدك. ايوه ايوه ايوه, أيوة. انا اللي كونت نفسك بايدك. وبما ان حضرتك قدوة عظيمة وعاوزين الشباب المكافح ياخد خبرة ويستفيد من هذه التجربة الكبيرة، فيا ريت حضرتك تكلمنا ازاي كونت نفسك لحد ما وصلت للمستوى اللي انت فيه. عايز تعرف السبب؟ ايوه يا فندم. ركوب العجل. ايه؟ مالكش دعوه انت. مساء الفل. ايه ده كله يا ابو سريع؟ يعني ما قلتليش. انت عارف يا روحي. امال احنا بنرسم ليه؟ بس انت كده فتحتها على البحر، هتغطي ده كله منين؟ والبركة فيكي بقى حلوة. يعني انت بعتلي عشان كده؟ صاحبك مزنوق في 20,000 دولار لازم ادفعهم كمان اسبوع. ها؟ من ايه؟ ما انت خدت كل اللي معاي. على ابو سريع الكلام ده؟ ده انت معاك كنز ما بيخلص. خلي المحروس يكتب لك شيك. انت كننت. انت عايز علاء يقول ايه؟ هيقول انك بتساعد اخو المرحوم، ولا يعني عايزة تلهط اللقطة لوحدك يا فردوس؟ ما انت راكبه اوتوموبيل اخر علاقه مرسيدس. لا روح امك، مش ابو سريع اللي تاكل اوانطة. طب اركب نتفاهم. راكبه مرسيدس.
صدقني علاء بيحاسبني بالمليم. انا ما يلزمنيش ملاليم، انا عايز نقديه امريكاني دولارز، خصوصا دلوقتي ان انا بقيت راجل عصامي. انا عندي فكره. بكام الوليه؟ حماتي نايمه على خميره تسوى نص مليون جنيه. اموت في العيش الطاري. صنفها ايه الخميره دي؟ صندوق مجوهرات، لو اتلايمنا عليه هتبقى خبطه العمر كله، بس على شرط يا ابو سريح. الشروط يا دوسه، الشروط انا تحت امرك. مفيش خيانه بينا، يعني النص بالنص. عيب يا دوسة، انت عارف ان انا راجل دجري طول عمري، عمري ما جرت على حق حرمة. انت هتقولي نخش بقى في المفيد. ايه بقى الترتيب؟ بكرة الساعة 1 بالليل حسيب لك باب المطبخ مفتوح، هتطلع من السلالم الجوانية لحد ما تقابلك طرقة طويلة، تسيب اول اوضة، فاهم؟ عملت فيها فردوس. تيلو حياتي. لا فردوس، اتفضل معانا يا استاذ علاء نعمل المحضر. حاضر. انا مش ممكن انسالك الجميل ده يا حبيبتي. ما تقولش كده يا علاء، دي العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام. شفتي ازاي انا بخاف عليكم؟ واللي رشكوا بالميه رشوا بالدم. صحيح ما بتنطقيش، لكن عينيكي بتقول كل حاجه، بتقول انك مستكتره عليا ان ابقى زيكم. ليه؟ هو انتوا اتخلقتوا من طينه وانا من طينه تانيه؟ انا من حقي ان اعيش زي ما انتم عايشين. بصليش كده، انا بكرهك، بكرهك، انا بكرهك. انت اتجننت يا راجل؟ انت دي تاني مره بتهين فيها مراتي. لازم تعرف كويس انها دلوقتي بقت ستك وست كل واحد في الشركه، واذا كان مش عاجبك الباب يفوت جبل. معاك حق يا ابني تعمل اكتر من كده، وعلى راي المثل الحيطه الواطيه ينط عليها الكلاب. انت لسه بتقل ادبك؟ اتفضل خد حسابك، ما تورينيش خلقتك هنا تاني، واعتلك ما تعتمش البيت، فاهم؟ كتر خيرك يا ابني، لكن الحق مش عليك، الحق عليا انا اللي بايديا دول دخلت لك الحيه لغايه البيت. اتفضل بره. في ايه يا علاء بيه؟ الراجل ده انا مش عايزه في الشركه، تدوله حساب ويمشي حاله. طب روق بس علاء بيه، روق. حصل منه ايه؟ انا اعرف انه راجل طيب وطول عمره بيخدم الشركه باخلاص، ده حتى الهانم الكبيره ما كانتش بتثق في حد غيره. كل ده انا ما يهمنيش، اللي يهم مراتي ملوش مكان عندي في الشركه. اه في دي علاء بيه عندك حق، فردوس هانم لازم كلنا نشيلها جوه عينينا، بس انا بقول برضو يديله فرصه تانية. انا قلت ياخد حسابه ويمشي، يعني ياخد حسابه ويمشي، مفهوم؟ امرك علاء بيه. ثم تعالى هنا قول لي،
انا شايف ان الشركه شغلها اقل. فين العمليات؟ الشركه كبيره وليها سمعتها. هو الشغل علاء بيه مش هيجي كده واحده عاديه. يعني ايه؟ يعني لازم نتحرك ونمشي امورنا، وده محتاج من سيادتك انك تفتح بيتك لرجال الاعمال تعزمهم ويعزموك. هي ماما من امتى كان بتعزم حد في بيتها ولا بتسهر بره؟ دي كانت مش ملاحقه على الشغل. يا علاء بيه، يا علاء بيه الدنيا اتغيرت. الناس اللي معاها الشغل دلوقتي بقوا ناس تانية، ما ينفعش معاهم الاسلوب اللي كانت والدتك ماشيه بيه. صدقني علاء بيه، انا واحد خابز السوق وعجل. اكبر الصفقات النهارده بتتم في الحفلات والسهرات والقعدات الخاصه. ده الاسلوب الجديد في الشغل، وكل رجل اعمال ناجح بيعمل كده. ده غير انك لازم تلعب معاه، وعلى ترابيزه اللعب مش هتلحق الصفقات. لكن انا ما بعرفش العب. مش مهم تكون بتعرف، بالعكس سيادتك كل ما تخسر اكتر تكسب اكتر. ايه اللي وصل الامور بالشكل ده؟ العملية دي لازم نخلص منها بظرف شهرين. انت عارف تأخير كل اسبوع معناه ايه؟ معناه اننا نخسر 50,000 جنيه. كل الكلام اللي سيادتك بتقوله ده كويس، لكن هنكمل ازاي؟ السيولة اللي عندنا ما تغطيش المصاريف. واحنا محتاجين كام عشان نخلص المشروع ونسلم في ميعاد؟ حوالي 150,000 جنيه. رصيدنا في البنك ما فيهوش المبلغ ده؟ كل اللي عندنا ما يزيدش على 23,000 جنيه. والفلوس راحت فين؟ احنا واخدين قرض بنص مليون جنيه عشان نخلص العمليه دي. يا علاء بيه، الحسابات كلها تحت امر سيادتك، مفيش مليم بيتصرف الا وسيادتك بتمضي عليه. امال العجز ده جاي منين؟ ما تفهمني. انت ناسي علاء بيه المبالغ الكبيره اللي انت سحبتها. ده انت ساحب الاسبوع اللي فات بس 70,000 جنيه، واللي قبله 50,000 جنيه. ده غير مصاريف الحفلات والسهرات. مصاريف فردوس هان، مش دي كانت شورتك؟ انت اللي قعدت تقول لي افتح بيتك لرجال الاعمال، العب قمار واخسر لهم، وما خدناش من ورا كل المصاريف دي غير عمليه واحده، وقيت قادرين نكملها كمان. ما هو ما تاخذنيش سيادتك كمان فتحتها على البحري، وبقيت تخسر مبالغ كبيره. جاي دلوقتي تقول لي الكلام ده؟ تخسر اكتر تكسب اكتر، مش ده كان كلامك؟ اعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ ما هو اذا ما خلصناش العمليه دي هتتسحب مننا، والفلوس اللي دفعناها كلها هتروح علينا، يعني روحنا بداهيه. طب سيادتك ما تقدرش تدبر المبلغ المطلوب ده باي طريقه؟ هتدبره بس منين؟ انا منك هيرضى يسلفنا واحنا في وضعنا المهبب ده؟ والله يا علاء بيه انا مش عارف اقول لك ايه، بس ازاي احنا ما تصرفناش بسرعه؟ هنضيع. وبعدين يا علاء هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ انت لبشتني بكلامك ده. مش عارف يا فردوس، مش عارف. مصيبه وحالت فوق راسنا كلنا. يا ريت يا حبيبي كان معايا، ما كنتش اتاخرت. فردوس، الحل في ايدك انت. في ايدي انا؟ ازاي؟ تسلفيني مجوهراتك او اقدر ابيعها ولا حتى رهنها لحد ما نمشي المشروع، واول ما اقبض الفلوس هردهم للتاني. وانا مجوهراتي تسوى ايه؟ اللي تسوى بحق وحقيقي هي مجوهرات والدتك. لا 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 لا، احنا مش كفايه اللي عملناه فيها، كمان هناخد حاجتها. طب ودي فيها ايه؟ حاجة والدتك وحاجتك ما هو واحد. وبعد الشر يعني، بعد الشر، بعد عمر طويل، ما هي هتبقى بتاعتك. ثم ان يعني هي بتعمل بيها ايه؟ ما هي مركونة في الدولاب زي البيت الواقف. لا انا مش موافق. اسمع بقى وما تراجعنيش. انت تاخد المجوهرات دي وتروح ترهنها في اي بنك وتفك دقتك. ها كده أحسن ولا الخراب المستعجل؟ ماما انا عارف انك تعبت كتير عشان تربيني، عشان تخلقي مني انسان ناجح.
لكن يظهر اننا ما قدرناش نفهم بعض كويس. الظروف كانت اقوى مني ومنك، لكن انا عارف انك لسه بتحبيني، عارف انك ما ترضيش تشوفيني وانا بضيقه. عشان كده انا جيت لك ومحتاجك تساعديني. احنا كلنا في خراب، العمليه اللي كنت بعملها لحساب عميل في الشركه وقفت، محتاجين لي 150,000 جنيه عشان تكمل ونسلم في ميعاد. عشان كده ما لقيتش حل غير اني اخد مجوهرات حضرتك. اسف يا ماما، لكن اعمل ايه؟ أنا عارف إن المجوهرات تساوي أكتر من 500,000 جنيه، لكن اطمني أنا مش هبيعها، أنا هرهنها في البنك وبعد كده أردها لحضرتك. ماما أرجوكي ما تتضايقيش مني. فين المجوهرات يا ماما؟ شايلها فين؟ أرجوك تتكلمي، اتكلمي! على ده جمل. من فضلك، هي شقة الحاج فاضل فين؟ الشقة اللي فوقنا اللي بيشيلوا منها العفش. هو بيعزل ولا ايه؟ بيعزل، حصر عليه يا كبدي. ده بيبيع عفش بيته عشان يصرف على مراته العيانة. سعلاء، يا ألف أهلا وسهلا. أنا مش مصدق عينيا. أهلا يا عراء، أهلا. إزيك يا حاج فاضل؟ أنا آسف على لا والله ما أنت قايل حاجة يا سعلاء. أنا كفاية إني شفتك قدامي تاني، بجيتك عندي دي بالدنيا. اتفضل يا سعلاء. إنما إيه اللي بيحصل ده يا حاج فاضل؟ لا ولا حاجة، أنا أصل لقيت العفش اتكسر قلت نوضبه. اتفضل يا ابني، اتفضل.
يا ألف خطوة عزيزة. أهلا يا سعلاء. اتفضل اتفضل. منور سعلاء، وازاي ست هانم؟ اهو الحمد لله، ربنا يشفيها، دي ست عظيمه. تلاقيك لسه ما اتغديتش. لا انا اكلت سندوتش في السكه، وده اكل برضه. ايه رايك بقى اعمل لك غدا بايديا؟ اصل الجماعه بتوعي تعبانين شويه. هاتش نفسك حاجه فاضل، انا لو جعان هقول لك. خلاص اسقيك حاجه ساقعه محترمه وبعدين نتكلم على رواق. الو، اهلا يا روحي. ايه اخبارك الحلوه؟ تسافر؟ عظيم عظيم. وهيبات هناك؟ اوه هايل. يعني هشوفك الليله؟ لا المره دي عندي انا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تتصورش كلامك ده يا ابني زعلني قد ايه. عشان كده انا جيت، بس مش عايز الكلام اللي هقوله لك ده يضايقك ولا حاجه. هو في ابني اب يتضايق من ابنه؟ حقيقه انا ما عنديش اولاد، لكن طول عمري بعتبرك زي ابني واكتر شويه. حاج فاضل، انت عارف ان ماما كانت شايله المجوهرات بتاعتها في صندوق، مش كده؟ مظبوط. الصندوق ده انا دورت عليه في كل حته في البيت مش لاقيه، فقلت يعني اجي وبسالك يمكن تكون عارف حاجه عنه. الصندوق ده يا ابني عندي، ست والدتك كانت مديهولي امانه وانا شايله في الحفظ والصون. حقيقي حاج فاضل، طب ممكن اخد منك الصندوق ده؟ الصندوق ده امانه، والامانه لازم ترجع لصاحبها، لكن اذا كان الحكايه زي ما بتقول، المال مالك وانت بقى وضميرك. متشكر قوي يا حاج فاضل، مش هنسالك الجميل ده ابدا. على ايه يا ابني؟ ده انتوا جمايلكم غرقاني. عن اذنك دقيقه واحده. الصندوق اهو، بس انا عايزك توعدني انك ما تتصرفش في الحاجه اللي جواه الا لمصلحه الشركه. عندك مصحف احلف لك عليه يا حاج؟ لا مؤاخذه يا ابني ان انا بقول لك الكلام ده، انا عارف انك شاب والشاب مش معصوم. انا عايز اقول لك ان فردوس دي لا هي من طوبك ولا من سنك. تقصد ايه يا حاج؟ قصدي اقول ان كلنا بشر وربنا بيمتحننا، لكن برضه النصيحه واجبه. انا ياما شفت كتير وسمعت كتير وما رضيتش اقول لك حاجات. يا حاج ما تتكلم، انت مش لسه بتقول ان انا زي ابنك؟ انا ياما شفت حاجات من فردوس وفتحي تغضب ربنا، ما رضيتش اقول لك. لك كدبني زي ما كدبتني. صحتك. صحتك ست الجار. لكن قولي لي يا فردوس، تفتكر الحاج فاضل لو كان سرق صندوق المجوهرات هيرجعه بسهوله الواد علاء؟ ما تخافش، انا قلت له ما يورينيش وشه من غيرهم. تعجبيني. تعرفي انا هعمل لك بيهم حته شركه، هتاكلوا السوق اكل، ساعتها بقى هيبقى عندك كل ارنب وارنب. اموت انا في الارانب واكل الارانب يا ارنبتي. Oh.
حولية يا قرشانة، تتجسسي عليا مش كده؟ طب استريحي بقى، اديكي شفتي بعينك كل حاجة. اوعي تكوني فاكرة ان انا بحب المحروس ابنك. انا ابنك ده ما يسواش عندي تلات ابيض في سوق الرجال. انا يوم ما احب وعشان احب راجل زي فتحي. انا اتجوزت ابنك بس عشان اسمه وفلوسه وعشان ابقى هانم زي ما انت هانم. بصيلي بقى يا اختي بعينيك اللي عامله زي عينين المشنوق دي، انا عارفه ليه الشلل ما طلعش على عينيك وخلصني منك. تعالي غوري بقى من وشي يا شيخ، غوري غوري غوري. ما سبق ورجعت قبل كده، بس المرة دي زاحف على ايديك ورجليك. هترجع يا علاء، هترجع يا علاء. عارف فين؟ في البيت القديم. بس المرة دي هترجع راكع على ايديك. هترجع يا علاء، هترجع يا علاء. مش قلتلك انك هترجع؟ خليك واقف شوية عشان الجيران يسمعوك ويعرفوا مقام فردوس. انا هفتح لك بس على شرط تخش زاحف على ايديك ورجليك وتوطي. سلام يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، وحشتني حبيبي وحشتني قوي. انا كنت ناوي ازورك في السجن واشرح لك كل حاجة. انا اللي عملته ده عشان خاطر مصلحتنا، عشان ما حدش يشك فينا. انا خلاص علاء طلقني. تعالى بص شوف، انا دلوقتي عندي فلوس كتير قوي، هفتح لك المعرض تاني واكبره لك، هخليك تقدر الرجاله كلها، اغنى تاجر في مصر. انا فلوسي
كفايه هي فلوسك يا حبيبي. نتجوز يا ابو سريح. انا طول عمري كان نفسي اتجوزك. انا عملت كل ده عشانك، عشان بحبك. انا ماليش غيرك في الدنيا، انت كل حياتي. لسه بتحبني يا ابو سريح؟ بموت فيكي حبيبي.